أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أو أحمد حبينها مامول أن تاجر بدن كهيسن دت كيسا أيا كودا واخي غولي وزيرو أو كاكوبن سدح لباتن وزارة دوت كواسي أو يسوكو جرا وزيرو وزيرو كوحيجينو إيو وزيرو دوليال سيدا ورباهين تاكهر أخريي عبد الرحمن مصطفى محمد أو أهاجا سمها دي فيغا أفك جبلان وحو مدحوينها دولة جبلات كجبلان مدن أحمد شيخ محمد إسلام ومغعابي قولها وزير هذا كو محمد يوسف عمر وزير كوزارة عدالة أوقافة يأرمها الدينة نمبر لبو مضانة جنرال محمد ورسمة درويش وزير كوزارة أرمها قدها فدرالك يدبوه الشيسينتا نمبر صدح مدن دكتور مرسل محمد خليف وزير كوزارة قرشينتا يحرير كعالمي اه نمبر افر مدن جنرال نمبر افر حلبان حسين حرسي احمد وزير كوزارة مالية يهور مرينتا دغالها نمبر شن جنرال يوسف حسين عثمان وزير كوزارة أمنية نمبر ليح مدن عبد الناصر سيرار ماح وزير كوزارة وحبرشادة هدها يتعلين تصري نمبر تضبو محمد إبراهيم أوغلي وزير كعافمات يدريال كبلشادة نمبر سيديد أحمد حسين بركي سبير وزيرك وزارة تمرتا إيبيها نمبر سقال إنجينير إسماعيل أحمد قرص وزيرك وزارة هولها قود قريينتا إيديبو إسكا نمبر طبان حلبان قيل محمد آذن وزيرك وزارة بيرها إيورابكا نمبر كوي طبان دكتور عبد الرافع محمد علي وزيرك الدكالها إيه قاريد كبدا نمبر لبي طبعا عبد الله دبت شيل وزيرك وزارة دولست هودا إيه قاريدك نمبر صدح إيه طبعا أحمد عبد الرزاق محمد وزيرك وزارة بترولك إيه معدنت نمبر أفر إيه طبعا محمد نور علي عبد نور وزارة حنانة حولها نمبر شنية طبعا عبد الرشيد محمد دعالة وزير كوزارة إزجارسين تا بوسطة إيه تكنولوجيا دا نمبر لحية طبعا نمبر لحية طبعا عبد الوهاب أحمد إسماعيل وزير كوزارة جناعسية إيه ورشدها نمبر تضبية طبعا سليبان محمد محمود وزارة دلنيارة وزارة ورفافينتا يهانونينتا ددوينها نمبر سديدية طبعا أويس محمد حسين وزيرك وزارة دلنيارة إعيارها نمبر سغالية طبعا مروو عذر عبد الله إسماعيل وزيرك وزارة هوينكا يحقوق الإنسانكا نمبر لباتن محمد أحمد علي وزيرك وزارة الشقادة إيه شقالها نمبر كوي اللباطن عبد الرحمن عبد أحمد وزيرك وزارة قرقارك إيه مارينت مسيبوينك نمبر لبي اللباطن حلبان عباس علي إبراهيم وزيرك وزارة كلوميسك إيه خيراتك بدا نمبر صدحي اللباطن وزير عيديد سليبان حاشي وزيرك وزارة ديغانك إيه دلحيسك magacaabista golahan wasiirada ayaa ku soo beegmayay xilligu dhamaad yahay waqtigii dawladda Soomaaliya ay u aqoonsatay inuu sii ahaado madaxweyne ku meel gaar ah madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Midoobe Abuukar Ali Cadaabe Abuukar yare Warbaahinta City magaalada Jowhar